السلام عليكم طلاب الأحباء، اليوم سنتناول بعض القضايا المتعلقة بمادة الامتحان النهائي وبعض الأمور التي توضح فيما أمور تتعلق بالقصيدة والجملة الإسمية. أولا لابد أن يعرف الطالب أن المقصود بدم الشريفين في القصيدة هم جلالة الملك المؤسس عبد الله الذي استشهد على أبواب القدس، وأيضا جلالة الملك الحسين بن علي رحمه الله أيضا الذي استشهد في القدس. أما المخاطب في الأبيات حينما قال لولاك وأنت وحدك يا فارس القدس يا صادق الكشف، كان المخاطب فيهما هم هو جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله والد جلالة الملك عبد الله الثاني الموجود حاليا. وكانت المناسبة هي بمناسبة الاحتفال بالإعمار الثالث للمسجد الأقصى، وذكر الشاعر حيدر محمود في خلالها ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الذي جاء اليهود وقتلوا المصلين أثناء الصلاة. أيضا لاحظوا أن قد يطلب من الطالب استخراج الجمل الإسمية في قصيدة دم الشريفين، مثلا سأتطرق لبعض الأبيات التي وردت فيها الجملة الإسمية، مثل هي الخليل التي خطت وثيقتها هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، الخليل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صورة المبتدأ ضمير منفصل وصورة الخبر مفرد. أيضا عندنا مثلا في البيت الذي قبلها دم الشريفين وشم في أياديها دم الشريفين. لاحظوا صورة المبتدأ جاء معرف بالإضافة، دم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، الشريفين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، دم الشريفين ما به وشم، الوشم هي جاءت خبر مرفوع بتنوين الضم. صورة المبتدأ معرف بالإضافة، صورة الخبر جاءت مفرد. أيضا عندنا في الأبيات مثل وعد من الله أن تلقى روابيها، يعني الآن يقدر هنا المبتدأ على أنه هو وعد لأن المبتدأ لا يأتي نكرة، فنقول وعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. في ما يتعلق بالجملة الإسمية تحدثنا أن أشكال المبتدأ أو صور المبتدأ، وتحدثنا عن صور الخبر. قلنا صور المبتدأ إما أن يأتي معرفا بأل أو يأتي علما أو يأتي ضمير منفصل أو يأتي اسم إشارة أو يأتي اسم موصول أو أن يأتي مصدرا مؤولا. وسأبدأ بطرح بعض الأمثلة والآيات ليتمكن الطالب من الفهم. أؤكد على أمر مهم جدا، أن الطالب إذا استطاع أن يفهم كل ما يتعلق بالجملة الإسمية يستطيع أن يتجاوز الامتحان مهما جاءت من أمثلة سواء من القرآن أو الشعر. لاحظوا في الآيات الآتية كيف أستطيع أن أستخرج المبتدأ والخبر. أولئك ينالهم نصيب، أولئك ينالهم نصيب، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ما بهم أولئك ينالهم، الجملة الفعلية ينالهم في محل رفع خبر المبتدأ. الآن يسأل الطالب إما عن صورة المبتدأ صورة الخبر، ويسأل عن الإعراب أو أن يستخرج أين المبتدأ وأين الخبر. المبتدأ أولئك والخبر ينالهم، صورة المبتدأ اسم إشارة، صورة الخبر جملة فعلية، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. مثال آخر، الله يبسط
الرزق لمن يشاء. الله ما به يبسط الرزق. لاحظوا أين تتمة الفائدة؟ يبسط لفظ الجلالة جاء معرفا بأل سورة المبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبسط فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. وكنا قد قلنا إن صور الخبر إما أن يأتي مفرد، وقلنا المفرد يعني لا جملة ولا شبه جملة، وليس المقصود بالمفرد أنه مثنى أو جمع، أو أن يأتي جملة اسمية أو أن يأتي جملة فعلية. إذن صورة المبتدأ معرف بأل، وصورة الخبر جملة فعلية. كلتا الجنتين، كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، لاحظوا هنا أين الخبر؟ هل الجنتين هي الخبر؟ كلتا الجنتين ما بهما؟ آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر لأنه يعامل معاملة الاسم المقصور. والجنتين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. آتت الجملة الفعلية آتت في محل رفع خبر المبتدأ. ما هي صورة المبتدأ؟ جاء مضافا إلى معرفة، وصورة الجمل وصورة الخبر جاء جملة فعلية. وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب. الآن عنده مستحيل أن تكون مبتدأ لأننا قلنا الظرف لا يأتي مبتدأ، صورة المبتدأ فقط ما ذكرناها معرف بأل، علم، اسم موصول، اسم إشارة، ضمير منفصل، مصدر مؤول. عنده شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مقدم. مفاتيح الغيب عنده، المفاتيح مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وهو مضاف، والغيب مضاف إليه. وأيضا والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة. عنده شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر المبتدأ. أيضا من صور المبتدأ أنا البحر للشاعر حافظ إبراهيم. أنا البحر في أحشائه الدر كامن. أنا البحر، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وهو من ضمائر المتكلم. أنا البحر، تم المعنى. البحر خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، صورة الخبر جاء مفرد. لاحظوا قلنا المبتدأ مفرد، قلنا المقصود به لا جملة ولا شبه جملة. لما احنا نقول المهندسان بارعان، المعلمون مخلصون. المهندسان بارعان جاءت بصورة المثنى، المعلمون مخلصون جاءت بصورة الجمع يعني الشكل. لكن حينما نسأل عن شكل أو صورة الخبر والمبتدأ نقول مفرد، وقلنا المفرد يعني لا جملة ولا شبه جملة. المهندسان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، ولابد أن نعرف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. المهندسان بارعان، بارعان صورة الخبر مفرد، إعرابه خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. المعلمون صورتها مفرد، صورتها يعني صورة المفرد معرف بأل، صورة الخبر مفرد. المبتدأ لا يأتي إلا مفرد، لا يأتي لا جملة ولا شبه جملة. المعلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مخلصون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أيضاً
القاضي عادل. القاضي اسم منقوص، كيف نعرف الاسم المنقوص؟ القاضي صورة المبتدأ معرف بال، صورة الخبر مفرد. القاضي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، طبعا يعني غالبا الاسم المنقوص تكون الحركة فيها مقدرة. القاضي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. عادل خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. هذا محام، هذا محام بارع، هذا محام بارع. أيضا محامي اسم منقوص، قلنا في حالة الرفع إذا بتذكروا لما تحدثنا عن الاسم المنقوص في الرفع وفي الجر تحذف الياء ويعوض عنها بتنوين الكسر. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. محام صح ظهرت الكسر لكنه مرفوع. محام اسم، محام خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدر على الياء المحذوفة. أين الياء؟ حذفت بسبب أنه وقع في حالة الرفع، محامي قاضي نادي. عند في حالة الرفع أو في حالة الجر نحذف هذه الياء ونعوض عنها بتنوين الكسر. طبعا بارع نعت لمحام، فلا يعتقد الطالب أن بارع بمجرد أن ظهرت حركة التنوين أنه الخبر، لا، المحامي هي الخبر، حذفت الياء لأن هذا اسم منقوص في حالة الرفع، نحذف الياء ونعوض عنها بتنوين الكسر. أيضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات صورة المبتدأ، لاحظوا جاء معرفا بأل وهو جمع مؤنث سالم. الوالدات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويرضعن طبعا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. الجملة الفعلية يرضعن في محل رفع خبر المبتدأ. ما هي صورة الخبر هنا؟ جملة فعلية. وهذا ذكر مبارك. وهذا ذكر مبارك. هذا ما به ذكر؟ هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. ذكر خبر المبتدأ مرفوع بتنوين الضم، ومبارك نعت لكلمة الذكر. أيضا من الأمثلة على الجملة الإسمية وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. أولو الأرحام، أولو مبتدأ مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أولو من ملحقات جمع المذكر السالم، وهو مضاف والأرحام مضاف إليه. وبعضهم هي هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. بعضهم أولياء، هذه جملة صورة الخبر هنا جملة اسمية. بعضهم أولياء بعض. أيضا كل له قانتون. كل له قانتون. كل مبتدأ مرفوع بتنوين الضم، قانتون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. الله مولاكم. الله مولاكم. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة، مولاكم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، وكم مضاف إليه. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب. ولله، بما أنه أول اسم جاء مجرور مستحيل يكون مبتدأ، وقلنا المبتدأ لا يأتي مجرورا،
إذا لا يأتي لا شبه جملة من جار ومجرور، ولا شبه جملة ظرفية، ولا جملة فعلية. ولله شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. المشرق مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. أحيانا يسأل الطالب طب دكتورة الاسم معرف لماذا تأخر؟ طبعا هذا أمر يتعلق بالجانب الدلالي وشيء متعلق بالمعنى وسياق الجملة، فبالتالي أحيانا نقدم ونؤخر بحسب الأهمية، وهذا ليس المهم هنا أن تعرف أن لله بما أنها وردت شبه جملة مستحيل أن تكون مبتدأ، فلله خبر مقدم والمشرق خبر والمشرق مبتدأ مؤخر. والصلح خير، الصلح مبتدأ مرفوع بالضمة، خير خبر المبتدأ. هذان خصمان، هذان خصمان. لاحظوا هذان اسم إشارة، لكن إذا كان مثنى وجاء يعني إذا كان مثنى يعرب إعراب الاسم المعرب، لا يعامل هنا معاملة الاسم إشارة، إنما يعامل الاسم المعرب. ماذا يعني كيف يعني يعامل معاملة الاسم المعرب؟ نقول هذان مبتدأ مرفوع بالألف، مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وخصمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف أيضا لأنه مثنى. إذن هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وخصمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. سأحاول أن آتي بآيات طويلة ليستطيع الطالب أن يستخرج منها المبتدأ والخبر. والذين يحاجون، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم، من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة، حجتهم داحضة عند ربهم. الله الذي أنزل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لاحظوا الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم. هل يحاجون هي خبر المبتدأ؟ الذين يحاجون ما بهم؟ لم يتم المعنى، لذلك نبقى نبحث عن الخبر إلى نهاية الآية. الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم، ما بهم؟ حجتهم داحضة. إذن خبر المبتدأ الجملة الإسمية حجتهم داحضة. حجتهم طبعا هنا جملة اسمية تتكون مبتدأ وخبر، حجتهم مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف وهم مضاف إليه، داحضة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بتنوين الضم، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذين. الله الذي، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة، الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر المبتدأ. أيضا لو قلنا أبوه حكيم، أبوه حكيم، أبوه مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أبوه طبعا هذا اسم نكرة عرف بالإضافة إلى كلمة الهاء. حكيم خبر المبتدأ مرفوع بتنوين الضم، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فبالتالي المطلوب مني حالة الرفع أبوه، أبوك، أبونا، أبوكم. الذي، تلك الجنة، تلك الجنة التي أورثتموها، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، الجنة خبر، المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة. أين هنا المبتدأ؟ كأني أقول فاكهة لكم، فاكهة كثيرة لكم. لكم جار ومجرور، شبه جملة من جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. فاكهة طبعا جاءت نكرة فأخرت، فاكهة مبتدأ مؤخر مرفوع بتنوين الضم. الحمد لله مبتدأ مرفوع بالضمة، لله شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. هذا خلق الله، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، خلق خبر المبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه. والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة يسبحون، الملائكة معرف بأل، يسبحون جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أيضا لاحظوا آية طويلة، والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما بهم، لاحظوا حتى الآن لم يأتي الخبر، الله حفيظ عليهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما لم نفهم شيء، أين الخبر؟ الله حفيظ عليهم، الله حفيظ جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ. الله لفظ الجلالة مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة، حفيظ خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. لاحظوا أيضا وما أنت عليهم بوكيل. لو قلنا وما أنت عليهم هل تم المعنى؟ وما أنت بوكيل. أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، بوكيل شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. وهو يحيي الموتى. هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، يحيي الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ولاحظوا في هذه الجملة أيضا وهو على كل شيء قدير. هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، على كل شيء هل تم المعنى؟ لا. وهو قدير خبر المبتدأ مرفوع بتنوين الضم. وما نحن بمنشرين. نحن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، بمنشرين شبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. إذن يركز الطالب فيما يتعلق بالجملة الإسمية على المبتدأ والخبر. المبتدأ محور الكلام، الخبر يتمم المعنى ويتم الوقف عليه. إذا توقفنا تحصل الفائدة. عليك أن تعرف أن تستخرج المبتدأ، الخبر، صورة المبتدأ، صورة الخبر، وتعرف أن هناك ما تسمى بلام الابتداء، مثل لا يوسف، للآخرة، هذه اللام وظيفتها فقط التأكيد، وقد عرضت أمثلة متنوعة عليها في شرحي للجملة الإسمية. تعرف أن ما إذا اتصلت بإن تكفها عن العمل. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون
إخوة المؤمنون مبتدأ مرفوع بالضم، وإخوة خبر المبتدأ مرفوع بتنوين الضم. بالنسبة للهمزات أتوقع أنني شرحتها بشكل موجز، فقط أن تعرف أنه أقوى الحركات الكسر، أي حركة تأتي مع الكسر الكسرة تغلب عليها فتكتب الكلمة على نبرة، بعد الكسر يأتي الضم والضم يغلب على الفتح والسكون، أي حركة تلتقي مع الضم باستثناء الكسر تكتب على واو، وأضعف الحركات الفتح، إذا لم تسبق الكلمة لا بضمة ولا بكسرة تكتب على ألف. تقريبا هذا شيء أبرز شيء يتعلق بالمادة فيما يتعلق بتوزيع العلامات، وكل شيء سأكتبها بكتابة بإذن الله قبل الامتحان بفترة بسيطة حالما يعني تصلني المعلومات المتعلقة بهذا الأمر. يعطيكم ألف عافية وبتمنى لكم التوفيق.